أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل تفيد هذه الآية توحيد الله تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وتفيد تقرير النعمة لله تعالى؟ بلا شك، هذا بلا شك أنهم يقرون بهذه النعمة أو هذه النعم أنها من الله وحده، فيجب عليهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا رد على المشركين الذين جعلوا لله شركاء، وهم هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا من هذه النعم ولا يقدرون عليها. نعم.